بمناسبة أحد تقديس البيعة نفتتح هذا السوق الخيري باسم الرب يسوع المسيح له المجد إلى الأبد آمين. بمناسبة أحد تقديس البيعة قمنا بتهيئة هذا السوق الخيري اللي كل سنة نعمله هذا حتى يكون سوق نجمع الناس، يكون ملتقى كلش حلو، كل الأشخاص اللي عندهم حرفيات أشياء يعملوها يجيبوها هذا السوق، هي لما حلوة للناس. وهذا هو السوق الخيري الثالث على التوالي نعمله بهالسنة، هو شيء حلو. شوف كل الناس يعني فرحانين، وإن شاء الله دائما حياتنا تكون فرح بلقائنا مع حول ربنا يسوع المسيح بالكنيسة ومع الكنيسة يكون أبنائنا كلهم معهم. الأب هنا ملالو كنيسة مار بطرس الرسول دهور. نحن في كنيسة مار بطرس للسريان الكاثوليك في ديهوك. الحقيقة دائما كنيستنا عندها نشاطات مختلفة، فمن هذه النشاطات اللي يقوم بها عمل سوق خيري مثل ما نلاحظ يضم عدة اختصاصات،
وكل هاي النشاطات يدوية، أعمال يدوية، عسل طبيعي، خال، المنتوجات، الحبوب وما حبوب وإلى آخره. من كل الهدف الرئيسي من هذا العمل أو النشاط هو زرع روح المحبة والتعارف بين العوائل اللي موجودة عندنا في دهوك. والحقيقة نحن يعني كل عوائلنا أكثرها تقريبا هي عوائل نازحة من الموصل ومن كركوك ومن بغداد، فهذا يجمع كل هذه العوائل ونخلق روح المحبة والتعارف والتعاون. الحقيقة اليوم الكل سعداء وفرحانين ووجوههم الكل مبتسمة بهذا التجمع الجماهيري. نشكر كل من ساهم في هذا المعرض، وإدارة الكنيسة، لجنة الخدمة في الكنيسة، الناس الموجودين في الكنيسة على متابعتهم ومواصلتهم لهذا العمل وخلق السعادة والفرحة والسرور في نفوس الرعية، رعيتنا المباركة في دهوك. نشكر أبونا بهنام للو على متابعته هذا المهرجان وهذا التجمع الجماهيري، ورعاية سيادة المطران نزار نثنائيل عجم راعي أبرشيتنا المباركة أبرشية حدياب في كردستان العراق. شكرا جزيلا، وإن شاء الله دائما السعادة والفرح يجمعنا دائما. شكرا لقناة عشتار الفضائية التي دائما هي السباقة في إيصال هذا المهرجان أو إيصال النشاطات الكنسية في عموم كردستان إلى أبناء شعبنا في العراق العظيم وإلى كل أنحاء العالم. شكرا جزيلا مرة ثانية لقناة عشتار الفضائية. شكرا جزيلا. شلامة ويقارة كل الناس تيل الأخاء وشلامة قناة شتار تيل اتفقت بويا مبيا. طبعا أخني قثي الأخاء أتلن خلقهم ديانة شولت إيدا لا جرب لن ملبخ ناشم تطلاب ناطق ملبنهن وعنا وشولي بلخنه إلى دخ مثلا دومينا لا مثلا أمانة لا سينية لا دخلنا نفاضات لا مديانة شرزات لا أتلن أنا ميداليات كان أنا ميداليات تأيد على وتنبير على وأوى خامد يرابة شابيرة يعني زور على اللي شمت على لشانة ديان وصليوان على ودخت التغزاي لكل المديانة وهلبت أب يوضخ طبلي وميس مديانة قورة هم بوشولة وكل إلي شولة تأيدة إلي شولة تأيدة وأوى رزن إيبوكسي تخلاق له ورابق دانا بشارك لنا قدو يوما قدا عمره مر بطرس الرسول وتقم يوينا فرصة انه نشارك في قاودية وطينات منتق من قناة عشتار هاي بسيمة رابة تفقرة بيانا هاتوا بسيمة رابة نرحب بقناة عشتار جد وشاركتنا بالمعرض مال الأشغال اليدوية المعرض الثالث للأشغال اليدوية في كنيسة مر بطرس في دهوك، والحضور كان كلش حلو والتجمع والشيء والناس كلها جت، فالفرحة موجودة بالحمد لله بين الناس. انتصار سامي مسؤولة المعرض. أنا نوال كنيسة مار بطرس السريان، شاركت بالمعرض الثالث للكنيسة وجمعنا هالورود هاي الحلوة، وأشكر قناة عشتار وشكرا جزيلا. شمت بابا برونا وروح القجة. أنا رضوان داود يعقوب من مكتبة ماري سالها وثيل يا أخي مشورك لي قاد مهرجان دديت دبار السريان وواي قمتي تماثيل وصور وأخذ تماثيل أخي من ديانة دد مكتبي له دديته هاي صور قازوت الشموع وكل شيء تاكل شركه قاود هذا يعني محفل حلويه له
كم شركي كلنا شقاوح وقلايم ناشه، كم عرفي بين نقض هذا الخازي من ديانة تراثية ديان ميلي، يعني يثم الناشه كيويذ التراث بإيذة وحلويات من ديانة حلوية لي، واخني يعني شكرخ قاشة أبونا وأبو نوار على مود كاو هذا من ديانة تدليمي ناشه وتخازي حضارة الميلة من ديانة تيقة ديان ميلي. شكرا. من المشارك يوسف أنيس، من مشارك في أعمال يدوية دينية، أغلبها دينية وشغل يدوي صرف، يعني هاي من أعمالي والمشغولات كلها شغلي، وأشكر الكنيسة حتى أتاحت لنا الفرصة للمشاركة بالمعرض. شكرا لقناة عشتار اللي صورت وأخرجت هذا العمل، شكرا جزيلا، ممنون.